branché la musique, le festival GMC est un festival très branché. فيه عروض من مختلفة متنوعة فيه بوكو دو ستيل ودايوغ الشعار متاعكم السنة هو التنوع هو التنوع من اللي بدينا في الهيئة الأخيرة من 2015 التنوع والإبداع الهدف متاعنا هو إبراز شنو يعملوا التوانسة إبراز الحساسية الموسيقية الكل في تونس إبراز شنو يصير حولنا autour de nous من tout ce qui concerne les professionnels comment ça se passe au niveau de l'écriture des dossiers متاع الكانديداتور كيفاش معناها الفنانين في أوروبا في أفريقيا في الشرق في الغرب يلحنوا اليوم شنو الشوكيز اش معناها شوكيز اليوم سي لا توندونس شنو شوكيز شوكيز سي ان كونسير ميني كونسير 30 50 دقيقة فهمتني عرض تظهر فيه ابداعاتك وطاقاتك والجروب شو سي تان شو كونسير درايف اي كونسير لايف اكزاكتومون هذا لي شوكيز نتاع سيليكسيون اوفيسيال تلقاهم في البالي دي كونغري من 9 ل 14 افريل من 7 نتاع العشيه حتى ل 9 نتاع العشيه فما عروض في الحبيب بورقيبه خمسة عروض من 9 ل 13 افريل كل نهار عرض في الخمسة نتاع العشيه عروض تفتق فما حتى في أماكن أخرى داخل ولايات فما عروض في داخل ولايات خمسة ولايات في الجمهورية فيها خمسة عروض في دوز في ساحنون في نابل في الكاف في سليانة في مستير فما عروض زادة في سيد حسين الشعبية سيد حسين جامعة الشعبية بسيد حسين سامحني فما في سينيفوغ فما في إسباس كارمين نجسوسة في دور هيش العام حاولتوا باش تكونوا متواجدين في مختلف الأماكن والمناطق صحيح هذه احنا نسميوها لا ديكونسونتر du festival ou l'jihad تسمى la décentralisation il y a tout un projet porté par le ministère des affaires culturelles ou l'اختيار الملفات